لكم واحد الحاجة. البارح لحقنا مساج من عند واحدة قالت لي سارة عندي واحد الإنسان عزيز عليا بزاف بزاف وما لقيتش كيفاش نعاونه راهو يفكر في الانتحار وإلى غير ذلك. قالت لي شوفي وش كاين كيفاش نقدر نعاونه. كي شفت وش كاين وقريت أببخي شفت بلي هذا الإنسان تعرض للكثير من الخذلان في حياته وخلاص دار في باله بلي كل السبل وكل الأبواب أغلقت في وجهه، ولا كما قال هو كل الأبواب تؤدي إلى الانتحار إلى فكرة واحدة. خليني أقول لك قبل ما نجيب لك البليغة، هضر معاك غير بالعقلية قبل ما نظن نجيب لك عندي واحد البليغة تزكي خويا قدعك صح. سمعني مليح واسمعيني مليح وحطوني هكا من قو وشافي ودنكم سمعوا هذا الكلام موجه ليها باش تقوله له ولا بعتيه له يسمعوا، وموجه ليكم سمعوني مليح 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 وش راح نقولكم. هاي عيني تزابيو ها صح. كم نعرفوا عن تارا بن شداد الشاعر والفارس العظيم اللي لحقتنا حكاياته وقصائده إلى يومنا هذا. هو كان عبارة عن عبد. عند من كان عبد؟ عند باباه الذي رفض الاعتراف به، باسكو هو وليد أما، وليد جارية حبشية ما تلحقتش المستوى الجارية مسكينة، كانت أما عبدة هي تانيتك، وسمته اسم فيه ثاني ذل ومهانة وعيشة الذباب. عنتر بدون تاء مربوطة يعني القوة والرجولة، أما عنترة بالتاء المربوطة فتعني الذباب الأزرق اللي نشوفوه دايما مطموم غير وين كاين لوساخ وين كاين شغل. تخيلت بلي وليدها راح يعيش عيشة هذاك الذباب الأزرق سماتو عنترة. تخيلوا عنترة هذا عاش كامل حياته حتى بداية الشباب وهو عبد، عبد عند باباه اللي شربوا كل أنواع الذل والمهانة والضرب وقلة القيمة، ويشوف في باباه مع أولاده هو عبد عند باباه اللي ماشي قادر يستعرف به. مامبا ما قالش حياتي دون لا ميرد ونروح نسويسيدي وبابا ما حاش يستعرف بيا وناضي نواح. عنتر ما درش هكا، كان عنده بصيص أمل حتى لو كان الأمل تاعو كان 0.0000% أنه ذات يوم يتحرر ويدي حريته. كان يتعلم اللغة وبدأ ينظم الشعر، كان يتعلم الفروسية ولا من خيرة الفرسان، كان يدير سبور وشتد عوده، دار كلش كلش داره. سلم دار تسليم بلي هذا هو الواقع تاعه، سلم للواقع بلي هذا هو واقعه لا مفر منه، لكنه لم يستسلم لواقعه، ما استسلمش للواقع اللي كان يعيشه. وصرع له العبرة ما تستسلموش الواقع اللي راكو عايشينه وتقولوا خلاص انا راني عايشه هاد الحياه. ما كانش اسوأ من حياه كان عايشها عنترة، حريته ما كانش عنده، كان عبد عند باباه اللي دار فيه اللي ما يندارش هكذاك، وخلى شتو كامل واش كان عايش، وكان يخدم على روحه وكان يتطور في روحه. ما على بالوش اسكو نهار راح تتحقق المعجزه ولا، ما كانش على باله، مي صح كان يحاول. عبد ينظم الشعر هادي ما تكزيستيش، ما كانش عنده امكانيات وطور من نفسه. تخيل انت ولا انتي بكاع الامكانيات اللي عندنا دوكا، الانترنت والتواصل والدنيا مفتوحه على بعضها وكلش قدامك، كلش كاين، تاكل تشرب كلش كاين، وراك عايش سجين لفكرتك انك ما تقدرش ولا ما خلاونيش ولا الظروف ولا الحياه. يقول لك اسوأ سجن هو فكره تسجن فيها نفسك، تامنها هكا وتدخل فيها وتقعد في الحبس تاعك. لا تسجنوا انفسكم داخل افكار بائسه، وهذا الافكار البائسه تقدر تكون حس روحك محقور مظلوم راك في دور الضحيه، ولا ترمي بحملك ولا كل حاجه على الناس، ولا تقول لا فامي ولا لونتوغاج ولا صحابي ولا مرتي ولا رجلي ولا الكره الارضيه ولا ثقب الاوزون ولا ولا ولا. خطيك، هذو مجرد افكار انت راك ديرهم في راسك حتى لو كان واقعا معاش تقدر تتخطاه. كيفاش تقدر تتخطاه؟ كي ما تستسلمش ليه. وهذا القضبان اللي راك دايرهم بهذا الافكار انت الوحيد اللي بيدك تكسرهم وتخرج من هذاك السجن، ولا تعيش في سجن افكارك مدى الحياه. انت اللي تقرر ماشي انا، ما حتى واحد. انا نجي نقول لك بلي انت راك عايش داخل سجن، والسجن هذا هو فكره انت تخيلتها وحطيتها داخل راسك وحطيت روحك فيها، واحد ما حيجي يخرجك ابار انت. الحياه كامل نعيشوها مره،
الوقت ما يوليش للور والعمر ما يوقفش. لا عندي لا عندك لا عند فلان لا عند فلان عند حتى واحد نعيشه مرة. كيفاش نخمم نحط لحياتي حد ونهاية ننتحر على جال شكون؟ واحد هضر فيا، واحد قال عليا، واحد خذلني، حب لم يكتمل، زواج لم يكتمل، وظيفة خرجت منها، مشاكل، نخمم في الانتحار. نفذ لك بليغة صح. عيش الحياة وما تقعدش سجين أفكارك. عندك حياة فيها بداية وفيها نهاية، عيش فيها حر. أكسر القضبان وما تعيش سجين لأفكارك، خرج روحك، بس كنت الوحيد اللي قادر تخرج روحك منها. وحاولوا تشوفوا الحياة من منظور آخر، من جهة واحدة أخرى، من زاوية واحدة أخرى. بلك أنت برك ما راكش تشوف الحياة وش فيها وش حل من زاوية مشرقة فيها، ما زالك قاعد في ديك القوقعة غالق عليك الباب وتخمم. شوف وخرج، تعلم، سقسي، ابحث، ارمي عليك توكسيك، يلا اخرج من حياتي، حاجة بعجبتنيش يلا نبدلها، نيكست في الحياة، نيكست. سبحان الله، نعيش خطرة مش نمرض روحي، ندير الموفي صار عمري، نخلق روحي، نغلق علي البيبان، نعيش في الحبس والحبس هذا نباليه بيدي. لا عيشوا الحياة وتفائلوا وتعلموا تشوفوها من زوايا مختلفة وبأعين مختلفة. الحياة ما فيهاش يبيض يكحل، فيها القري وفيها بزاف الألوان المشرقة. تعلموا تشوفوا الحياة من زوايا أخرى. هذه هي وقال أخيرت الله يفرحكم. وحاولوا تشوفوا الحياة من منظور آخر، من جهة واحدة أخرى، من زاوية واحدة أخرى. بلك أنت برك ما راكش تشوف الحياة وش فيها وش حل من زاوية مشرقة فيها، ما زالك قاعد في ديك القوقعة غالق عليك الباب وتخمم. شوف وخرج، تعلم، سقسي، ابحث، ارمي عليك توكسيك، يلا اخرج من حياتي، حاجة بعجبتنيش يلا نبدلها، نيكست في الحياة، نيكست. سبحان الله، نعيش خطرة مش نمرض روحي، ندير الموفي صار عمري، نخلق روحي، نغلق علي البيبان، نعيش في الحبس والحبس هذا نباليه بيدي. لا عيشوا الحياة وتفائلوا وتعلموا تشوفوها من زوايا مختلفة وبأعين مختلفة. الحياة ما فيهاش يبيض يكحل، فيها القري وفيها بزاف الألوان المشرقة. تعلموا تشوفوا الحياة من زوايا أخرى. هذه هي وقال أخيرت الله يفرحكم.